السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب كلهم الف خير. النهارده احنا في فيديو جديد مع بعض، وفيديو النهارده برضو جوله في شقه عروسه برضو من دمياط، عشان كتير قوي من متابعيني كانوا عارفين طبعا انا من دمياط، وفي ناس ما تعرفش. المهم بقى، زي ما احنا شايفين كده، هي العروسه بدات هنا اول حاجه وصورت اوضه النوم زي ما احنا شايفين. طبعا شايفين بقى الكابوتونيه اللي محطوط ده قدام السرير. طبعا في ناس بتبقى من فوق كده كانه كنبه، ومن جوه في ناس بتستخدمه كانه تخزن فيه حاجه، وفي ناس برضو بتعمله كانه جزانه بتحط فيه مثلا شوزات وكلام من ده، او مثلا الشوزات بتاعه البيت بتاعه العروسه وكده، او حاجات تخزن فيها. تمام، زي ما احنا شفنا طبعا اول حاجه كان السرير كده في وش الباب، وطبعا دي التسريحه شايفين بتتفتح ازاي بالمرايه الجرار دي، فكره حلوه جدا. وكمان طبعا معظم ممكن الحاجات دي كلها تداريها بعدين مع مرور الوقت طبعا ورا ايه المرايه الازاز دي. طبعا الاوضه لونها فاتح ولونها شيك جدا ولونها مبهج، وكمان السجاد بتاعها يعني لايق مع الاوضه، وكمان شكله حلو قوي شيك. هي طبعا حاطه برضو معظم البطاطين والحاجه فوق السرير زي ما احنا شايفين، وكمان الكومودينو الاتنين معمول كده بمرايه زي اللي هناك ده كده، بحيث طبعا مثلا لو لابسه وكده او خارجه كلام من ده يبقى جايبها كلها بالطول زي ما احنا شايفين. وحتى هنا معظم بقى الاكسسوارات بتاعتها وكده. وطبعا برضو لازم علامة الوزة دي طبعا على كل سرير دلوقتي، الوزتين دول. وطقم السرير بتاعها الأبيض ده كمان شكله شيك وحلو جدا، والبرقع كمان بسيط وحلو، والأوضة كلها بسيطة وسيمبل وفي نفس الوقت حلوة قوي زي ما احنا شايفين كده. التسريحه بتاعتها ده طبعا الاوضه كلها مودرن، اللي هي مفيش فيها شغل كتير وبسيطه جدا زي ما احنا شايفين كده. ده الدولاب بتاعها طبعا، لسه كمان دلوقتي بقى هتعمل لنا جوله في اوضه نوم الاطفال بتاعتها، وهنشوف كمان المطبخ مع بعض. طبعا لو وصلتوا من هنا للفيديو ما تنسوش طبعا اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، بنزل لكم ان شاء الله جولات في الشقق وحاجات حلوه هتعجبكم جدا. زي ما احنا شايفين هنا كده برضو ده الدولاب بتاعها، منظمه بشكل بسيط جدا وحلو، وبجد الاوضه فعلا طبعا حلاوتها في بساطتها وفي شياكتها. تمام، دخلنا هنا بقى على اوضه النوم الاطفال. الاوضه حلوه جدا وبسيطه جدا، هي عامله الاوضه النوم الكبيره اللون الاغلب فيها طبعا اللي هو اللون البامبا او الفوشيا، هنا كمان بقى اللي هو اللون التركواز شويه او الفيروزي ده، وبرده جايبه المفارش طبعا كلها بيضه، يعني طبعا اللون الابيض هو اللي بيدي بهجه اكتر يعني بمعنى اصح. زي ما احنا شايفين كده طبعا برضو عاملة البرقع هنا لون الفيروزي. هنفتح هنا كمان الدولاب مع بعض، دولاب الاطفال، وهنشوف من جوه عامل ازاي. زي ما احنا شايفين طبعا دي كل التكاوي بقى باشكالها وكده. ودي برضو كده رصد بقى الفوط يعني بمعنى اصح، شكلها كلها حلو جدا، عامله طبعا بقى فيها الدباديب والوزه والكلبوب الصغنطوط ده ووش الارنب والحاجات دي كلها زي ما احنا شايفين كده، بجد شكلها حلو جدا وشيك قوي. برضو طبعا دلوقتي كل العرايس لازم بقت تعمل الاشكال، حتى العصفوره يعني عملوها كمان، كل الاشكال دي دلوقتي بقت لازم بتتعمل في كل الدواليب. وتحت هنا برضو كده مجموعه فوط وملايات وكده زي ما احنا شايفين. هنا برضو بقى ده الصالون بتاعها، هي حاطه هنا برضو الصالون بتاعها في اوضه زي ما احنا شايفين كده. هو الصالون طبعا اللي حاكمه ان هو الاوضه ضيقه عليه شويه، بس هو طبعا يعني المفروض كانت تجيب حاجه ابسط من كده شويه عشان ان الاوضه ضيقه عليه، بس هو عامه طبعا شيك جدا وحلو قوي. برضو ده طبعا دولاب الفضيات بتاعها، هي حاطه فيه شويه كاسات برضو وكلام من ده. في ناس بتفضل ان دولاب الفضيات تحط فيه فضيات بس، وفي ناس بتحط فيه مثلا معظم اطقم العروسه اللي ما قضتش في النيش، ولو جايبه مثلا حاجات غاليه قوي كانت المفروض تاخد مساحه عندها في النيش، ففي ناس بتحب وترجح يعني ان هم يحطوا الحاجات دي في دولاب الفضيات. طبعا كل عروسه بقى وذوقها وكده، وحسب طبعا برضو الناس اللي بتفرش الشقه وكده بيشوفوا ايه المناسب اكتر عشان يحطوا للعروسه ويبقى ظاهر يعني بمعنى اصح.
هي حاطط فيه طقم شاي ومجموعة طقم كاسات زي ما احنا شايفين كده، اللي هي الكاسات الشفافة دي اللي هي الكريستال، وحاطط برضو فوق شوية أطقم برضو كريستال، أطقم كاسات برضو. هي ما شاء الله جايبة طقم كاسات كتير يعني، وده طقم الشاي اللي هي جايباه. طبعا لو وصلت من هنا معايا الفيديو ما تنسوش طبعا اللايك يا جماعة، عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو شوية. وطبعا لو عجبك حاجة هنا مثلا وعايزة توريها العروسة عندك وكده، شيري الفيديو وبعته لها. طبعا تشير الفيديو ده كمان برضو بتساعدوا بيه القناة ان هي تكبر اكتر. وان شاء الله بقى ده دخلنا بقى دلوقتي بقى على المطبخ بتاعها. احنا جبنا بس المطبخ كان عبارة عن مجموعة صور، فانا جمعتهم برضو دمجتهم هنا في الفيديو عشان تشوفوا برضو المطبخ بتاعها كان عامل ازاي. وباذن الله لو حبيتوه كده اكتبوا لي في التعليقات، وانا ممكن اخليها تعمل لكم فيه فيديو يعني. بس هي عامه كانت مصوره وكانت مفتحه كل حاجه في الدرف اهي. هو ما شاء الله المطبخ بتاعها حجمه كويس وفيه بلكونه وكده، وجايبه فيه ترابيزه سفره صغيره هي عاملاها يعني، ترابيزه صغيره مش دي ترابيزه السفره الرئيسيه طبعا، بس دي ترابيزه صغيره للمطبخ يعني بمعنى اصح. هنا برضو ده المايكروف او الفرن، لا ده الفرن اللي هو الكهرباء، وحاطه جنبه الخلاط وعلب الايس كريم والسكاكين بقى والحاجات اللي بتبقى على الرخام دي. هنا برضو فتحت لنا بقى الدرف بتاعة المطبخ زي ما احنا شايفين. هنا بقى حاطه بقى اللي هي العلب بتاعة حفظ الطعام، وكوبايات برضو شاي، والكاسات دي بتاعة الايس كريم يعني. طبعا دلوقتي هنشوف برضو مجموعة صور كل دي خاصة بالمطبخ بتاعها. وفي اخر الفيديو برضو هتشوفوا معايا حاجة حلوة جدا هتعجبكم جدا 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 لكل العرايس. هنا برضو دي مجموعة كاسات وبتاعة الفلفل او الملح اللي احنا شايفينها دي برضو مع بعض. ده برضو هنا كده الحوض من بعيد، حاطه طبعا عليه طقم اللي هو التوابل على الرخامه، وتحت هنا الغساله. هو المطبخ ما شاء الله زي ما قلت لكم طبعا مساحته حلوه واخد حاجات كتير يعني. طبعا الاحمر ده اللي هي السفره من هنا، اللي هي الترابيزه قصدي بتاعه المطبخ اللي هي حطاها. وهنا برضو فتحت لنا الدرفه دي، حاطه طقم التيفال بقى ومعظم الكوبايات بتاعه الميه والشاي وكده، والطقم البايركس برضو اللي هو الصواني اللي فوق ده. هنا دي طبعا الرشاقة والمطبقية بتاعتها، حتى طبعا فيها بقى لازم طبعا طقم بيكون في الرشاقة يا جماعة. كل العرايس برضو بتتفرج معايا على الفيديو لازم طبعا في طقم كده بتحطيه في الرشاقة مثلا واستخدامك اليومي، وكمان كوبايات مية وكوبايات شاي، دي الحاجات الرئيسية اللي بنستخدمها يمكن كل يوم. هنا برضو كده صورة للمطبخ من هنا من بعيد شوية، حلو قوي برضو اللي هو طقم الشوربة بالسلطانية الكبيرة اللي بتبقى فوق دي برضو كده على الوش دي بتاعته، حلو برضو الطقم ده. طبعا احنا شفنا برضو الحتة دي في اول الفيديو، هي عاملة طبعا في المطبخ من فوق اللي هي اللمبات الليد اللي بتكون في المطبخ دي. دخلنا هنا بقى اللي بقول لكم عليه، دي بقى مجموعه صور لسفره كده معينه، الصراحه كانت عجباني جدا لان لقيت ناس كتير قوي بتسالني في التعليقات تحت. اكتبي لنا مثلا عن المعارض اللي العروسه عامله فيه الموبيليا، اكتبي لنا عن معرفش ايه اللي العروسه عامله في ايه. يا جماعه اكيد طبعا انا بصور الحاجه، لكن ما بسالش كل العرايس انتوا عاملين الحاجه في دي فين او جايبين الحاجه دي منين. انتوا دوروا برضو على النت في صور كتير في اشكال كتير. انت لو اخدتي اي حاجه ووريتيها لصاحب معرض موبيليا او لنجار معين هيعملك اللي انت عايزاه، انما طبعا انا يا دوب بس بجيب الحاجه وبقول لكم عليها. فاهمين ازاي يعني؟ مثلا واحد برضو قبل كده قال لي المطبخ ده متكلف كام، يعني على مطبخ عروسه عندي اللي هو كان جوله في مطبخ جارتي. تمام، انا طبعا كل الحاجات دي معرفهاش،
انا يا دوب بصور لكم الحاجه اللي بكون عارفاه بقول لكم عليه، اللي مش عارفاه طبعا بقول لكم ما اعرفوش. تمام، يعني طبعا برضو اللي عنده اي استفسار يكتبوا لي تحت في التعليقات وانا هرد عليكم باذن الله. اتمنى ان شاء الله الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو استنيني ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، واشوفكم ان شاء الله على خير. وما تنسوش طبعا اللايك للفيديو زي ما وعدتكم. دي طبعا كده زي ما احنا شايفين دي السفرة صبرتلكم من كل الاتجاهات، اي شكل جديد بشوفه بيعجبكم او مثلا حاجات بالستايلات بحس ان هي ناس كتير بتسألني عليها بنزلكم منها برضو افكار وكده. ده برضو الشكل بتاع اللي هو الانتريه مع الركنة اللي هي الصغيرة دي الكابوتوني، دي برضو طالعة موضة حلوة جدا. انا انسان عجبني الستايل بتاع الشقة ده جدا، يعني بجد السقف مع الانتريه مع السفرة كله حلو قوي.